بلاش تكون اخصائي كامل، الاخصائي الفرفوش احلى. هقول لك ايه، احنا بنتعامل مع فئات ذو احتياجات، يعني المفروض بيكون ليهم نفسيه خاصه، حتى اسرهم المفروض ما يجوش يلاقوا اخصائي كئيب يكئبهم ويحسسهم ان المشكله عميقه وملهاش حل. كل ده عشان حضرتك ممكن يعني دي طبيعتك، او في بعض الاخصائيين بيستخدموها عشان شغل. حتى لو احنا عندنا مشكله في بيتنا او عندنا اي حزن او عندنا اي ظرف، نحاول اما نعتذر عن الجلسه او نحاول نغطي عليها، لان احنا المفروض مؤهلين ان احنا ندي تفاؤل وسعاده وطاقه ايجابيه للاسر دي، لان هم مش ناقصنا بصراحه. مش لازم ترسم قوي دور الوقار، لا خليك فرفوش كده وخليك بتضحك وشيل الحواجز بينك وبين الاسره وحسسهم قد ايه ان انت منهم. خلي بالك ده اول خطوه في العلاج، ان انت تحسس الاسره ان انت فرد منهم عشان انت بتشاركهم في حل المشكله دي. خلي بالك لو انت برده مش عامل العلاقه دي بينك انت والطفل، برده مش هتنجح في علاجه. ما ينفعش اخصائي او اخصائيه تكون عامله كده وداخله حافظه وتدخل تقول اللي درسته وكده هتجيب نتيجه، لا خالص. على فكره في حاجات باللعب وبالحب وبالدلع تلاقي الدنيا الطفل فعلا فعلا بقى فيه طاقه ايجابيه جدا، والطفل بدا يتغير وبيتحسن. فمش شرط خالص عشان تكون اخصائي تكون كئيب، الاخصائي الفرفوش احلى.